طبعا يعني لو لو طلعنا على اخر يعني رقم رسمي لحجم صادرات الجزائر في قطاع المشروبات لوجدناه لو يعني مقارنة بصادرات خارج المحروقات يعني رقم لا بأس به حيث أن يعني السيد وزير التجارة يعني صرح أمس أن أنه الرقم الصادرات يعني بلغ يعني في عام 2022 أكثر من 20 مليون دولار وهو رقم يعني لا بأس به